استنى العائلة وأنا من جملة العائلة، وقال أنا يا جماعة راني مش نموت. قاموا نساء كيف شو علينا صلي على النبي وشنو هو بدأ؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأغمضت عيناه. بوفاة المنصف باي الحسيني فقدت تونس ملكا نجح في أن يعيد للمؤسسة الملكية التي حكمت لمدة قرنين ونصف بعض احترامها المفقود بفعل خضوعها للمستعمر وفسادها. البيات كان همهم الوحيد البقاء في العرش، وما تصرفوا عليهم فرنسا من ما تخصصه من ميزانية الدولة، وميزانية الدولة مأخوذة من ضرائب تؤخذ على الكاهل التونسيين، كانت تدفع لهم وتخصص لهم هذه الأموال، وأهمهم الوحيد البقاء في العرش وإرضاء سيادهم في السلطة الفرنسية. مشكلة العائلة الحسينية قبل الاستعمار بقليل انتهى تصرفها الحضاري أو الوطني مع محمد باي. استمر حكم العائلة الحسينية لتونس 250 سنة، شهد نصفها الأول ازدهاراً كبيراً ومحاولات للإصلاح توجت بإعلان محمد باي لعهد الأمان، أول دستور مكتوب في العالم العربي. محمد باي هو جد المنصف باي، وهو الذي أمضى في عهد الأمان. في 12 من مايو 81 وثمانمائة وألف احتلت الجيوش الفرنسية تونس وفرضت على حاكمها الصادق باي معاهدة الحماية التي قسمت السلطة بين الفرنسيين والتونسيين لتتحول تدريجيا إلى نظام استعماري بالكامل صار فيه الباي مجرد حامل للأختام. D'abord il faut savoir que la Tunisie, pays de protectorat, est normalement gouvernée par un bey, souverain héréditaire de la Tunisie. Dans la pratique, l'homme qui gouverne, c'est le résident général de France. Le bey se trouve dans la situation de la reine d'Angleterre, il règne mais ne gouverne pas. Les beys, ils étaient, comment dirais-je, très obéissants à l'égard de la France. بدت تونس في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين وقد استسلمت لمصيرها جزءاً من الإمبراطورية الفرنسية بعد أن فشلت آخر محاولاتها في تحدي المستعمر، إضافة إلى الخلافات التي كانت تعصف بتيارات الحركة الوطنية. فترة تاريخية حزينة بعد وقعة 9 أفريل 38، رد الفعل اللي صار من الجيوش الفرنسوية والبوليس الفرنساوي، وبعد كذلك الحركات الداخلية اللي صارت في تونس ما بين أحزاب الحزب القديم والحزب الجديد بعد حوادث مطر، وزاد عليهم حوادث 9 أفريل. مثلت مظاهرات 9 أبريل التي قادها رجال الدستور الجديد الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من الانتفاضات التي انكسرت على جدار الغطرسة الفرنسية وخضوع حلفائها من الملوك الحسينيين. ثم تتواصل السلسلة تقريبا مع دم الوطنية بالنسبة لبهية تونس في مختلف الأحداث التي عرفتها البلاد التونسية.
المهاجرين الذين هاجروا وقاوموا الاستعمار إلى طرابلس تقريبا 24 ألف شخص، كثير منهم لم يعودوا البلاد التونسية وصفيت أحباسهم، وصفيت أحباسهم بإمضاء من البيات، البي هو الذي أمضى هذه الوثائق. ثورة 1906 وانتفاضة 1906، انتفاضة الفراشيش الذي حكم فيها الكثيرون وعوقبوا، لم يحرك البي ساكن في ذلك أيضا. أحداث الزلاجة 1911 وأحداث ترامواي الذي مات واستشهد فيه كثير من التونسيون وأعدم في هذه المحكمات اثنين وحكم على خمسة بالإعدام وكثير سجنوا، لم يحرك البيات أيضا ساكنا. بعد محاكمات سريعة وقاسية سجن قادة الحركة الوطنية وتحولت تنظيماتها إلى العمل السري، ولم تلبث الحرب العالمية الثانية أن اندلعت لتقع فرنسا بدورها تحت الاحتلال الألماني. الرأي العام في الشارع في القرى في المدن يعني نشاو في الحقيقة نجم نقول على إذا يسمح لي إن شاء الله رحمه الله أنه يوم من الأيام سمعوا في الإذاعة عبد العزيز العروي رحمه الله يعلن في انتصار الألمان ويقول أنا التوى في وذني نسمح يقولهم يا فرنسا ماتت اليوم، فرنسا راهي ماتت. عزيزي المنصف كان علاقته بالاستعمار كانت علاقة متوترة ديما، وما يعرفوه بطبيعة الحال من كان صغير هو وربوه سيد الناصر بي، فهمتني ولا لا، اللي كان بطبيعة الحال وطني. الشعب التونسي عام 1922 وقف بجانب الناصر بي، ومظاهرة تعتبر من أكبر المظاهرات في تاريخ تونس في ذلك الوقت بحسب الزمن بحسب بالنسبة للسكان، عندما خرج أهل تونس وعلى رأسهم الزيتونين خرجوا إلى من تونس إلى المرسى على رجولهم لمناصرة الناصر باي. لم يصمد الناصر باي أمام ضغط الفرنسيين، وبعد تراجعه ابتعد المنصف باي عن العمل السياسي وأصيب بنكبات كانت كفيلة بصرف أي أمل له في الصعود على العرش. سيد المنصف وقتها لقى روحه في انعزال، معناتها انعزال طوعي وإلا إجباري، صار انعزال وانكسار في الشخصية، وراء أنه أولاد عمه الكل ما مشاوش كما المنهج اللي مشى عليه أبوه، تضايق ياسر في حياته. بابا عزيزي المنصف رحمه الله كان فقد معناها زوز من أولاده اللي هو عمي سيد سلاح، ثم تلاه الوالد سيد عمر رحمه الله بعد 9 أشهر، فهمتني ولا، وعام 38. ولكن القدر كان يخبئ مزيدا من المفاجآت للمنصف باي، فخلال سنتين يتوفى 4 أمراء يفصلون بينه وولاية العهد، ويلتحق بهم الجالس على العرش أحمد باي لتدخل البلاد مرحلة جديدة. جاء المنصف باي وكانت بشرى يعني من أكبر البشائر. الحب اللي كان عنده للبلاد وللشعب ولتراب البلاد وللدين ما عطا يفوت العقل.
نوع من الرحمة اللي جات تونس من يكون جاه بي مناظر. لا تجد تونسي يقول لك سيدي على فلان على أي بي من البيات بملء قلبه، لا على المنصب عندما يقول سيدي المنصب. هذا سيدي المنصب وبحثت شيء من الحياة من الأمل الجديد لدى الشعب التونسي كله. هو وقت اللي جاء تبدل السيرة نتاعه وتبدلت بكل، ولا يتكلم ولا يمشي ويزور ويعطي برايه ورايه أفكار وطنية يخرج فيها اللي كانت الناس مشتاقة لها كانش موجودة. بي يخرج ويمشي المنوبة والمرسى وريانة وحمام نمف ويتكلم ويقول راني نحب نرجع شخصية تونسية ونحب الاستقلال ونحب الرجوع إلى، ما قالش استقلال ما قال رجوع إلى نصوص الحماية. المنصف بي من ذلك مثلا ألغى عادة تقبيل اليد وعوضها بالمصافحة. المنصف بي كان زار كثير من الأولياء الصالحين سيدي بالحسن الشادي وغيرهم، والناس هذيك ولا زالوا يؤمنون بهذه المسائل بصورة كبيرة جدا. انتقل إلى داخل البلاد فكانت له نوع ما من الشعبية، وأيضا في شخصيته هنالك نوع من التواضع النسبي. تريد أن تعرف الشعب التونسي كيف يحب المنصب بي؟ يكفي أن يقول لك أن أجمل الأغاني التي كانت تغنى وكانت الأغاني في ذلك الوقت ليست بالمقابل المالي. أجمل الأغاني أغنية كانت تغنيها فتحية، تغني وظنها من شعر الكبادي شيخ الأدباء، يقول فيها بابورينو سراع النسمة شرق موج الحي، هازز فوق سيدي الأمة سيدي المنصب. بابورينو سراع النسمة شرق موج الحي، هازز فوق عز مجرد ما تولى المنصب أرسل رسالة إلى بيتا مارشال بيتا يطالبه فيها بأمرين. أولا يطالب باحترام السيادة التونسية، وثانيا الإصلاح الاجتماعي والسياسي. المنصب رحمه الله وما أدراك، المنصب كان معناها اللي فهمناه وفهمناه حتى من بعد بالك عشرت وانا شوية وكذا، كونه حب فيك يخرق شيء من القواعد الاستعمارية، ولكن بصفة مش متشنجة ضد فرنسا ولا il reprend les 16 propositions qu'avait fait son père en 1922 pour améliorer la position des B par rapport au pouvoir colonial. Donc il demande au pouvoir de la dite nation protectrice de la France des libertés plus grandes. Monsef est un esprit autoritaire, un nationaliste tunisien.
Il veut desserrer l'emprise du protectorat. Il veut affirmer qu'il est le souverain. Et c'est un esprit religieux, profondément religieux. سيدي المنصف كان متأثر، ولد عمه ونسيبه في أن واحد هو سيد البشير رحمه الله. هذا سيد البشير هو جدي للأم، وكان إنسان مدين ياسر، وكان معناها يعتبروه قطب، وغرس فيه كل الواعز الديني، وكل كان صلاته وعبادته، فهمتني ولا لا، وتلاوة القرآن زاد. هاو نقل لكم انا في جامعة يوسف، انا والموجود يجي سيد المنصف كالبقعة هذه كانت على السبابة، يدز السبابة تكا ويقعد، يقعد الملك يقعد، يعمل الشيخ يعمل هك، كلام لا ولا يتكلم، يقعد ساكت يعمل هك، يقعد بالنص ساعة، ساعة درجين، ساعة ربع ساعة، هو وش يظل ويقعد يبدا عامل وزنه هك. هو يوفى الدرس وهو يتلفت للمقابلة، ربي يعينكم، ربي ينجحكم، يعطيكم الصحة، اه نصيك عليهم هذوك أولاد الشعب، قريهم باش يملاو بلادنا. بونسي بي إتيت أن بي تخي كرويون. إي بيان إل إتي إل أبوزي لا شريعة. إل أ كومون ديراي إل أ كوندامني أو فوي. Tous ceux qui buvaient de l'alcool, ça aurait fait beaucoup de condamnés à Tunis. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de condamnés. C'est-à-dire qu'il avait une position très, comment dire, très islamiste à ce sujet. Parce qu'il était très croyant et que l'alcool, etc. لم تقتصر البدايات على المطالب، بل ستسجل حكومة الباي لأول مرة انضمام شخصيات وطنية، منها مؤسس الحزب الدستوري الجديد الدكتور محمود الماطري وأمين الحزب الدستوري القديم صالح فرحات، واختار لرئاستها صديقه محمد شنيق أحد أعيان البرجوازية الوطنية الناشئة. بدون أن يستشير الفرنسيين، هذا أمر لم يكن لا معهودا ولا مقبولا من طرف الفرنسيين. صارت لي بحث مع الحزب الشيوعي، عندي أحبابي الحزب الشيوعي منهم محمد النافع، قال لي حكومة وطنية لكن ما حبش يأخذ فيها الشيوعيين. بتقريب بعض الشخصيات ذات البعد الوطني مثل الدكتور الماطري الذي كان وزير الداخلية هناك، وكذلك أيضا محمد الشنيق وغيرهم، حاولوا أخذ مواقف تتماشى مع مطالب التونسيين، لكن الوضع بصورة عامة لا يسمح بإصلاحات كبرى أو غير ذلك، لأن السلطة الرئيسية بيد من؟ ليست حتى بيد الفرنسيين، بيد الألمان في داخل البلاد التونسية. حاول المنصبي أن يسعى إلى إزالة الفارق بين الموظف التونسي والموظف الفرنسي وما يسمى بالثلث الاستعماري، ويجعل الفرنساوي يأخذ مثل التونسي، وهذا لا يقبل طبعا عنده. نذكر فهمتني ولا لا الانسيدون الكبير اللي وقع في الباردو، فهمتني ولا لا، استيفا قال معناها يقدم له في الشخصيات، فهمتني، المديرين الادارات ومعناها الشخصيات الاداريه البارزه، فهمتني ولا لا؟ يقولوا كيفاش هذا؟ كله جان وبول وبيير، فماش توانسه قادرين يعيط عليه، فماش توانسه قادرين باش ياخذوا المصاص هذه تفكروها احنا صغار. قال له يسون لا يريستورون، اي وقتها تشدت عاد ما بيناتهم، فهمتني ولا لا، وقد بابا عزيز سيد المنصف ما يقبلش المقيم مدة كبيرة. نعتزوا بها ونحكيوا فيها ونكبروها بطبيعة الحال. حتى لين
المقيم هكا معناها بطبيعة الحال بإذن من السلطة متاعه فهمتني ولا مشى وقدم اعتذاره فهمتني ولا لا للتصرف اللي وقع منه فهمتني ولا في كل الحال. Die Abwehrschlacht in Tunis. Verbände der deutsch-italienischen Panzerarmee ziehen sich in neu ausgebaute Stellungen. À partir du 8 novembre 1942, les Allemands envahissent le territoire tunisien. La Tunisie devient un champ de bataille entre les armées allemandes qui s'y sont adossées, qui s'y sont installées, et les forces alliées venues pour partie d'Algérie et pour partie de Libye. يعني ذلك أن الألمان غير متواجدين قبل نوفمبر 42، لأن الألمان هناك لجنة، لجنة الهدنة هذه الألمانية الفرنسية كانت موجودة بتونس، والذي كان يحكم فعليا موجود الأميرال ستيفا. الأميرال ستيفا كان ممثل الحكومة دولة فرنسا، لأن أصبحت تسمى دولة فرنسا التي مقرها في فيشي، وكان على رأسها الماريشال بيتان. لكن الأميرال ستيفا ليس هو الحاكم الفعلي، الحاكم الفعلي هو الجنرال راهن، الجنرال الألماني الموجود في تونس. كنا نحب الألمان كتونسيين كشباب، لأن وجدنا من يتغلب على أولئك الذين كانوا يهينوننا، لأننا نحن شباب صغار رأينا الإهانات. Sachez que les jeunesses historiennes qui étaient pro-nazis, sans problème, elles en ont fait beaucoup, conduisaient les soldats allemands à l'harem pour violer les femmes juives. D'autant que pendant l'occupation allemande, il n'y avait plus d'hommes. Les hommes de 17 à 55 ans ont été pris au travail obligatoire par les Allemands. Tous les Juifs. احنا هنا موضوع اليهود ما يهمناش. احنا نحتاجوهم وقتها كي معانا في الحزب، ثم معانا في السجون. فما شويه انقسام وقع في الراي العام. اللي مع الألمان معناه شماتة في فرنسا، واللي مع العقل السياسي اللي لا للاستعمار ولا للاستعمار الآخر الجديد اللي كلاه حتى فرنسا نفسها. كيما عمل المنصبي، المنصبي واصل العمل نتاعو كبي تونس، يحب تونس حرة، ويحب المتوظفين يوليو توانسة، ويحب كذا، بحيث الجو كان أكثر ميل إلى الحبيب ثامر ومنصبي منه إلى اتباع الألمان والإيطاليين. لم يكن موقف الحياد هو أسهل المواقف في بلد تتحول إلى إحدى أكبر ساحات الحرب العالمية الثانية، وازداد الأمر صعوبة عندما وصلت رسالة من الرئيس الأمريكي روزفلت إلى المنصف باي. إلى جلالة الملك المنصف باي، إن قواتنا والقوات الحليفة لها تعتقد اعتقادا راسخا أنكم لن تترددوا في السماح لها بالتنقل في تونس من أجل إتمام مهمتها على أحسن وجه والمتمثلة في تطهير إفريقيا الشمالية من قوى الشر. صديقكم فرانكلين روزفلت. كانت المرة الأولى منذ انتصاب الحماية التي يعامل فيها الباي بصفته رئيسا للدولة ومن قبل الدولة الأعظم في العالم، ما زاد في صعوبة الموقف، ولكن رد الباي كان قاطعاً. سيدي الرئيس، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا وحرصاً منا على المحافظة على نفس المسافة من مختلف الفرقاء، نرجو أن تبقى بلادنا خارج هذا الصراع. محمد المنصف باي. Quand un B
décide de donner des, de décorer tout l'état-major nazi, ça a un sens quand même. Il a fait une folie. نشوف بعض المؤرخين يذكرون بأنه بأنه الفرنسيين يتهمون المنصب باي بأنه من أنصار الألمان. هذا كذبون مثل كذب المؤرخين خاصة في شمال البحر المتوسط. بعد جاء دخلوا للحلفاء دخل ماريشال جوان وقابل محمد شنيق. أول سؤال طلبوا قالوا علاش أعطيتوا ورسمتوا ألمان. محمد شنيق جبد له نص جاء من عند استيفا يطلب منه بإلحاح وتأكيد من ماريشال بيتا باش يوسم الحلفاء باش يرسم الألمان ضباط الألمان والطليان اللي موجودين في تونس. لم يقابل مرة أي مسؤول ألماني ولا قائد ألماني إلا بحضور استيفا أو بإذن منه بإعلامه. أنا نتذكر حاجة أخرى في حمام لنف وقت اللي جاء السفير ألمانيا في تونس قالوا ماذا بيا باسم الصداقة التونسية الألمانية تتقل للفهر معناها باش يسيب لي أولادي. فعلا تسيب سي الحبيب بورقيبة والزعماء اللي معاه فهمتني ولا لا؟ بالطبع الفرنسويين ما قبلوا في ذلك الوقت ولكن هو يعني اغتنم فرصة وجود القوات الألمانية وضعف النفوذ الفرنسي في تونس وتمكننا خرجنا من السجن يوم 2 ديسمبر سنة 1942. فاستقبلنا جلالة الملك في باب القصر متاعته في حمام لنف فقال لنا أنا ندهت للأميرال استيفا وقلت له والله بالله العظيم لولا أولادي لا يأتونني قبل منتصف النهار غدوة أنا حأخذ الكروسة متاعتي واروح للسجن أخرجهم أو أدخل معهم. وانا نتذكر بابا عزيز سيد المنصف وقتها فهمتني ولا استقبل سيد الحبيب بورقيبة. سيد الحبيب بورقيبة وقت اللي دخل والله هي بكل تواضع فهمتني ولا لا معناها بعاتي هو معناها كيف اللي دخل على ملك مثني هكا شوية فهمتني ولا لا وشد من يده فهمت حب باش يبوس له يده أخي قال له لا واحد قالوا أنا نحب إيدي في إيدك مش نمشي والقدام فهمتني ولا لا وانا ما نحبش هالبوس ليدين وهالواحد فهمتني. هذا عمره ما جبد عليها العملية هذه قال لها هاكا الدوتشي فهمتني سي الحبيب بوركيبة قال الدوتشي هاكا ما نعرفش علاش هاكا سيبني فهمتني سيب وآذن باش يسيبونا واحد. لم يكن هذا الموقف للحبيب بورقيبة من المنصف باي شاذا عن سياق العلاقة بين الرجلين، فسيعمد بورقيبة الذي سيتولى الحكم بعد تحرير تونس إلى تغييبه من التاريخ الرسمي خلال فترة حكمه الطويلة باستثناء مرات نادرة. على أن البايات كانت تعوزهم قوة الشخصية وبعد النظر، وصار المنصف باي مع استيفا سيرة آبائه وأجداده مع الفرنسيين. قيل بأن الحبيب بورقيبة قال أن هذا غباء
لأنه كان يشعر بأن شخصية المنصف باي ولا يزال حي في ذلك الوقت طغت على الرأي العام، وأصبح هو الرمز الكبير الذي يعني يعتبر. ويمكن من هذه الزاوية يعني جاء الشعور للحبيب بورقيبة بأنه ينقص أو يقلل من 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 الموقف متاع المنصف باي. سي دي مو ce n'est pas vrai. Montsef Bey n'avait aucune directive qui n'envoyait personne. Voilà. Ce qui était fort en Tunisie, qui avait des c'était le Néo-Destour. Il avait des cellules dans tout le pays. Le Néo-Destour était fort. Pas Montsef Bey. بورقيبة ما عندوش الإشعاع. كي جاء مضروب ما عندوش الإشعاع. اللي عند بورقيبة اللي نتفكروا عنده خلافات ومشاكل مع أصحابه. ما بحيث ما كانش بورقيبة بك الإشعاع القوي اللي نعرفوه احنا ما كانش موجود وقتها. صالح بن يوسف ثانوي وقتها ما عندوش. أي زعيم زعماء ديوان سياسي أو الحزب بكله ما عندوش إشاعة، الإشاعة بكله واخد النصف باي. بعد أن اضطرته ظروف الحرب إلى التخلي عن مطالبه الكبرى، لم تقتصر سياسة تخفيف الأضرار التي انتهجها المنصف باي على إطلاق قادة الحركة الوطنية، بل ركز جهوده على حماية طائفة أخرى من شعبه. Je vous ai dit que Monsef Bey était étranger à tout esprit de persécution à l'égard de la communauté juive. À tout esprit d'antisémitisme. ما مورس على اليهود في ألمانيا وفي فرنسا إلى غير ذلك لم يقبل به المنصف باي، لا يعني ذلك أن اليهود لم يضطهدوا من طرف الألمان ومن طرف عملاء الألمان من الفرنسيين. هو كان ضد النجمة الصفراء اللي تتحط لليهود في تونس. معناها طلب من الألمان مقدمه، قالوا باش يحطوا كل برسار على يديهم تاع اليهود، قالوا لا هذنكم أولادي، هذنكم في نفس المستوى مع المسلمين، هذنكم مواطنين توانسة. Il avait aucun pouvoir de le protéger, Monsef Bey n'ayant aucun pouvoir de rien du tout. Et à plus forte raison de protéger les Juifs. Ce qu'on peut dire de Monsef Bey avec certitude, c'est qu'il n'a rien fait contre. C'est son fils, le prince Raouf, ses cousins, d'autres, le prince Slimane notamment, Slimane Ben Azdine, ont aidé des jeunes gens juifs à se cacher. Certains ont été cachés dans des propriétés médicales. هو ممن يحمي اليهود والاعتداءات الألمان على اليهود والفرنسيين على اليهود، ويقول لهم هم أبناء بلدي، هم أبنائي، هكذا بالتعبير هذا هم أبنائي. Ses ministres, ses conseillers, Schnick, autant Schnick, Djellouli, Badra, Dr Matri, autant qu'ils ont pu le faire, ont réquisitionné des jeunes gens en disant « ce jeune homme, il est indispensable à l'économie tunisienne » ou « telle industrie, elle est indispensable à la nourriture des populations » et tout le personnel échappe au camp de travail. في أوائل شهر مايو 43 و900 اشتدت المعارك وتحولت مدينة حمام الأنف، مقر الباي وملجأ الآلاف من رعاياه، إلى نقطة التماس الرئيسية بين جيوش الحلفاء والمحور. كنا في حمام الأنف مع بابا عزيز سيد المنصف رحمه الله في وقت الحرب، وكانت الطيارات ولا لا معناها ترمي في القنابل. ونتذكر ان بابا عزيز سيدي المنصف كان في الصاله وكلها بلار كانت، فهمتني ولا لا، وطاحت قنبله
بحذا القصر في غديكا والشظايا نتاع البلار جرحوه. بعدين فهمتي ولا يقولوا له ادخل، فهمتي يقولوا امتي قاعده تموت ولا ندخل. قال لا انا ما نمشيش، كيفاش الشعب معناها اولادي فهمتني ولا لا عرضه معناها للقتل واحد وانا نجي نتخبى فهمتني. ولا قالوا له سيدي عيشك يبارك فيك ايش ادخل للدموس. دموس هذايا في حمام نمف، هذايا دموس كبير ياسر معناها تحت الجبل نجم يهز الاف من الناس فهمتني ولا لا. لزو لزو عمل لك تخل وخرجوا تخل وطابت كلات قدامهم ما بين كلات هكا زرقاء فهمتي، ويهبط الدريبه هذيك ويداوي في العباد فهمتي ولا لا. الأسبوع الذي هو عزل فيه أو الذي خلع فيه بداية من يوم 8 ماي 43 إلى 14 ماي 43. البطش الفرنسي وغلاة الفرنسيين عندما استرجعوا نفوذهم بعد خروج الألمان من تونس يعني كان شديد جدا، وكان أكبر ضحية ليه هو المنصف باي. يوم 9 يصبح له جريدة مجموعة من الجيش الإنجليزي أمام الباب. ساعة نحاول السلاح نتاع عسكر البي وجماعة اللي دايرين به الكل فرغوا القصر حطوه في الكهرباء وهزوه مشى قدام السفارة الفرنسوية. قعد قدام السفارة الفرنسوية غادي تقريبا يجي ساعتين هكا معناها تاع إهانة وتاع معناها. طلبوا من منصف باي تأثير تحت تأثير جنرال جوان جنرال جيرو هو كان حاكم، وخصوصا تحت تأثير ريزيدان هذاك بيروتون وجميع السياسيين الفرنساويين اللي كانت مسيطر عليهم فرنساويين الجزائر معروفين هذوما بيانوار هذوما تاع الجزائر معروفين هذوما تحت تأثيرهم. قال لازم هذا المنصب باي كولابوراتور مع الألمان يلزم يتنحى. بعزل المنصف باي في 14 ماي 1943 ما هو معروف انه وقع نفيه بجنوب الجزائر وثم في الشمال ثم اخيرا في بو في فرنسا. والباي لم يقبل عندما طلبوا منه الجنرال الفرنسي الجنرال جوان طلب منه ان يتخلى عن السلطه لم يقبل. قالوا لا من تحت تاثير محمد شنيق خصوصا محمد شنيق. قالوا ما تسلمش اقعد حتى ولو يزوك يزوك بي ولو هما بي ما سلمتش خير من يهزوك هكا. ما حبش قال لا نمشي للمنفى وما نسلمش. منصف باي وقت اللي هزوه للمنفى هزوه للصحراء الجزائريه وحده معاه فقط شادلي الشادلي قائد السبسي كان يطنع بحذا الطلوع قبل ما يطلع في الطيارة وقالوا أنا سيدي نمشي معك ومشى معه في الطيارة هو وقتها يطنع. من غديك معناها انقطعت احنا أخبارنا عليه ويظهر لي هزوه اللغوات من الأول للصحراء الجزائرية وكانت معناها ظروف قاسية ياسر معناها سخانة واحد شافوا أنه ما تحملش الأمور هذيك ولو هزوه للتنس تنس معناها قريب للشط البحر. تنس في الجزائر قعدت فيها مدة زادة لباس بيها فهمتني ولا ثم من ذلك من بعد ذلك نقلوه البو في فرنسا فهمتني ولا في جنوب فرنسا.
بعزلها ملك البلاد لم تقدر القوى المستعمرة عمق الإهانة التي وجهتها للتونسيين. الإهانة وقعت هي، فهمتني؟ هي إهانة مش في شخص المنصف بي، هي إهانة الشعب التونسي كامل، فهمتني ولا لا؟ واحد اللي هو رمز للشعب التونسي. في الأثناء ظهرت صورة لمين باي الذي عوض المنصف باي، لمين باي غير الشرعي، الملك غير الشرعي، وتكون نوعا ما من الرأي العام المتعاطف مع ما يسمى الباي الشهيد أو الباي المظلوم. الحركة المنصفية كلها قامت من نهار اللي مشى المنصف باي، بعد مدة تقريبا جمعتين ثلاثة الشعب خذا الضربة ذيك نتاع الاحتلال وتنحيت المنصف باي، ثم بعد تحركت الأمور وبدات الاحزاب السياسيه تتكون والناس مستقلين والسياسيين والزيتونيين والحزب القديم والحزب الجديد كلهم اجماع رجع المنصبي ما عدا الشيوعي. بالنسبه للحزب الشيوعي كان مناهضا نوعا ما للمنصبي، خاصه عندما وقع عزل المنصبي. الحركة المنصفية يجب نعتبروها مرحلة من الحركة القومية العامة اللي بدأت يوم اللي قامت الحماية الفرنساوية في تونس. الحركة المنصفية اعتمدت على ذلك التعاطف الكبير مع المنصف باي، وكانت الناس لذلك في حاجة لرمز وطني. إحنا في ذلك الوقت في سنة 46 وصلنا إلى مصر، وكانت فيه محاولات الاتصال مع المنصف باي، واللي كان ممثل أو تحرك في هذا الموضوع ويمكن يعطيكم أكثر تفاصيل هو أحمد بن صالح. جمعية طلبة شمال أفريقيا اتفقنا على كنا نتعاون مع الحزب الاستقلال ومع حزب مصالي حاج وقتها، ومشيت أنا وعبد الرحيم بوعبيد من المغرب أقصى كان معنا في حزب الاستقلال، ومصطفى الأشرف اللي كان في الحزب الوطني الجزائري. مشينا للبو واستقبلنا المنصف باي وفطرنا معاه، وفرح فرح حقيقة صادق تماما. وكي جينا مش يودع فينا سلمنا عليه بوسناه وعنقنا وكذا، وشدني أنا قال لي أنت مش تقعد معايا، أنت يا أحمد مش تقعد معايا، عاودها. قلت له نقعد معك ما فهمتش معناها، حسام مش نقعد في بونا باللوم حصي، وفهمني كوني انت مش تكون صيله بيني وبين الحزب. انت لما تقرا سيدي قائمه التونسيين الذين كانوا يزورونه في منفاه في بو عند القائمه، تجد هذا وذاك، تجد يعني الحزب الجديد البورقيبي، الحزب القديم، الزيتونيين الذين هم نوع ثالث. حضرنا على زيارات عدة شخصيات المنصبي بما في ذلك صالح بن يوسف والمنجي سليم وبطبيعة الحال العزيز الجلولي ومحمد شنيق وكذا. وكان شيء نفكره، كان كل يوم تجيه رسائل من تونس ويبكي احيانا المنصبي بالدموع عندما يقرا الشاب الفلاني يحكي له على الحياه نتاعها وكيفاش ما نجمش يقرا الى غير ذلك، ويبعث عنده شويه معناها خصوصيات ماليه نتاعه هو ذهب وكذا يصرف ويبعث لك، يكلف ناس يبعثوا لك الناس.
في الأثناء كانت الحركة المنصفية توفر حاضنة لإعادة صياغة الإجماع الوطني من خلال ما عرف بمؤتمر ليلة القدر من شهر رمضان الموافق للثالث والعشرين من أغسطس 46,900. منصفيين كانوا يعتبروا رجوع منصف بي وسياسة المنصف بي هي حتى وصلت المسألة إلى مؤتمر ليلة القدر. شاركوا فيه الحزب القديم والحزب الجديد. أول حاجة طلبوها مؤتمر القدر هي الرجوع تاع منصب بي والسياسة نتاعه قبل الاستقلال، بعد طلبوا الاستقلال. من رحم الحركة المنصفية أيضا ولد الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الزعيم فرحات حشاد والشيخ الفاضل بن عاشور. الاتحاد خرج مع الفاضل بن عاشور رئيس، الفاضل بن عاشور جاء للبي، جاء للبو وقابل المنصبي وتحت مع المنصبي. الفاضل بن عاشور في ذلك الوقت كان رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل. الفاضل بن عاشور كان من أكبر المناصرين للمنصبي، كان يعتبر أن هذا اعتداء على الشخصية التونسية بإزاحة ملكه. إذن هذا لا يقبل. وتكونت في الزيتونين في تلك المرحلة، كنت في ذلك في جامعة الزيتون، دخلت جامعة الزيتون عام 43 أكتوبر 43، لأني حضرت على المنصبي عندما جاء للصدقية. رجال الصدقية لأنه منصبي لا تنسى أنه صديقي، وفي نفس الوقت كان يدرسه كبار شيوخ في القصر، الشيخ حميدة باير مثلا، بحيث كان لابد من الطبيعي أن يكون الزيتونيون مناصرين للمنصبي. مع اشتداد المطالبة الشعبية بعودته اضطرت حكومة الاستعمار الفرنسي أن تنظر في ذلك. مذكرات ريزيدان جنرال مونس اللي هو راجل حقيقة راجل معناها يحب يحل المشكلة تاع المنصب بي، رأى اللي المشكلة التونسي مشاكل تونسية مسألة تونسية ما تحل إلا برجع المنصب بي هكيرا. في الأخير هذا ليهم بلوم زعيم الاشتراكيين قالوا لا خلي لامين في بقعته، قالوا جاردي سلوي كو فوزافي، خلي لامين في بقعته لأن كان باش نحيه وترجع المنصب بي المسألة باش تنشر في الجزائر وفي المغرب باش تصير لنا حوادث كبيرة ياسر ما نجموش نقاومها. في الوقت الذي تقررت عودته اختار القدر مصيرا آخر للمنصف باي. الشيء اللي حضرت عليه وعشته يوم 1 سبتمبر واحنا واقفين هو عمل لك فعمل لك راسه عمل لك لفتنا العائلة وانا من جملة العائلة وقال انا يا جماعة راني مش نموت. قاموا نساء كيفاش وضعوا علينا صلي على النبي ونرشنو، هو بدأ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأغمضت وأغمضت عيناه. قيل ما قيل، هل سمم، هل وقع شيء؟ أنا هذا اللي حضرت عليه. كان المنصبي بتاعه جزيري هو اللي بشر فيه، يمكن ما عمل يد ما فهمت عمله كزريقة كما عمله اسمه ياسع عرفات عملوا زريقة فهمت ولا بفا فهمت ولا ما ننفيش أنه قتلوه، ما ننفيش، ما نقولش أنه لس بي كاتيجوريك، خاطر أنا حضرت في آخر مرة في معاسي سعيد المستيري يقول أنه هو بحكم أنه هو طبيب يقول ما نستبعدش ولكن ما ننفيش. أنا في الكتاب الأولاني اللي كتبته
عملت تحاليل وقلت ان هذا مستحيل، مش مستحيل، ما يظهر لي بعيده، ما نمنش بها، مات لي انا عنده سوابق من ناحيه الصحيه. اما كيف قريت الوثائق نتاعهم والشيء اللي كتبوا فيه وشفتك الشده نتاعهم والغل يحبوا يشدوه هكا ويخليوه مرمدوه منصبي، خصوصا شق كبير من جماعه فرنساويين الجزائر، قلت الناس هذوما قادرين على كل شيء. فيما بعد تقرر انه يروحوا به لتونس، وهو بين قوسين نذكر انه كان مشترط ويقول ويوصي ويعاود ما تدفنون فنيشي في تربة البيت، تدفنوني في الجلاز كيف الناس. وصل لي المنصب بي الذي قال لي مرات ثلاثة عارفه، يتخمر شوية هكا يتحمس ويقول لي تو تشوف يا أحمد يا ولدي أنا اللي باش نعلن الجمهورية، ثلاثة مرات في مناسبات مختلفة. هاك السيد هذاك توفى. يوم مشهود ما صارش في تاريخ البلاد كشيء هذاك، معناها ما صارش التحام كبير من ناحية العدد ومن ناحية قيمة الناس ومن ناحية الاندفاع اللي كان موجود، حاجة ما صارتش في البلاد قبل إلا وقت اللي جابوا القبعة في جوان، يمكن فما شيء كي هكا. أما منصب بي حاجة أخرى، مش كيف فرق، فما فرق بيناتهم. الغريب أن الرجل كان في كل هذه المراحل كان دائم واقف رأسه لفوق. الشيء اللي يقعد في ذهن الإنسان هو حرصه على التعبير على قوة إيمانه بالله وبالإسلام وبالدين. شدني من يدي هذا من سنين هك، والله هذا من سنين شدني سيد المنصف، انحنيت قدامه هكا شوية، قال لي ردوا بالكم، أخدموا على أقراوا على رواحكم، أخدموا بلادكم وما تخافوش منهم، هاني نخدم في بلادي وما نخافش منهم، والله لو كان يقصولي هز الصوابع بيدو لسارة، والله لو كان يقصولي هز الصوابع. المنصب باي في تلك الفترة كان منقذ، كان منقذ وكان بمثابة يعني ريح عاصفة نفخت على الرماد والرماد لا تزال فيه النار، وأحيا الحركة الوطنية وبعث فيها روح الحياة من جديد. ما فماش حتى شيء يعطيه حتى لو ان مليام من الحق نتاعو. اش معناتها ما تسيد المنصف ما عندوش مكان فاكولتي ساحة يضرب بها المثل ما عندها فيها يميت بها، معناتها ما يستحقش هذا، ما يستحقش هذا من تونس، ما يستحقش هذا من الشعب التونسي، ما يستحقش. بابورينو سرع النسمة شرق موج الحي هذا الصوب وعز الأمة.